جدا. خلوني ارحب بمين الان؟ ارحب بمين؟ بقائد فريق النجوم. رحبوا معي بالدخولية اللي حنشوفها مع ممثل النجوم عبد القاسم. متنفسين بكل جواب، انتو خطا واحنا صواب. ما ننهزم ما ننسحب، ما كان ناخذ السحب. دليل عليا. السلام عليكم. يا مرحبا استاذ وليد، حياك الله. يا هلا. اجلس. كيف حالك طيب؟ والله بخير يا استاذ وليد، ابشرك وانا جاي اتحدى. وجاي اكسر راس العوائل. راسا راسا. واذا انت ما تبغى راسك حط راسك معاهم. وحكسر راسك. والله حتندم على كل الكلام ده. لن ولم واو باذن الله لن اندم. طيب ايش الحركه اللي سويتها قبل هذا؟ يعني اشيلهم بالكريك كذا ادفنهم. تشيل مين؟ اشيلك يعني اشيل العوائل. اها ايوه. يا واثق جدا. واثق جدا باذن الله. انت معتمد يعني بعد الله على ايه؟ على يعني خبرتك في الالعاب؟ باذن الله. يعني الالعاب هذه لعبتي. لعبتي انا جالس اصمم واتعب و طيب مين اللي حيحكم في النهايه ومين اللي حيقول النتيجه؟ الاعداد. الاعداد. واضح ان الاعداد يحبوك كثير عشان كذا جايبيني انا. الله يستر. لكن انا مستعد والميدان يا حميدان. طيب اللي في الهاشتاج ترى ممكن تشوف ردة فعل مختلفة. ممكن العالم اللي في الهاشتاج موافقين على اللي احنا قاعدين نسويه ونحط عبد القاسم ممثل للنجوم ونعطيه على دماغه، يمكنهم فرحانين، يمكن مبسوطين انهم بيشجعوني كمان. لانه انا دائما اسعدهم 5 شهور، انا ابسطهم واسعدهم وابسط بذورتهم والامور طيبه. انت يعني تبغى تجيهم من ناحيه العاطفه؟ ما في عاطفه ولا شيء، هم عاقلين ويعرفوا يتابعوا مين ويشجعوا مين بس. يعني ما كنت اذيهم وتهزئهم وتبهدلهم؟ ابدا 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 ما كنت. بالاخلاق يا جماعه نحن ظالمينه. شفت كيف؟ سبحان الله مسكين. والله نحن ظالمين. انا مسكين انت ما تصدقني. يا عمي اللي عملته مش شويه، اللي عملته مش شويه. خليك بما انك واثق خليك على الثقه هذه الى نهايه الحلقتين وبعدين حنشوف. ايوه. لانه للمعلوميه ترى في عقوبات مثل كل حلقه. ها في عقوبات. موافق. وللمعلوميه ترى عقوبات أقوى من اللي كنت تعمله من الأول. ليش طيب؟ أنا إيش سويت؟ أزيدك من الشعر 3 أبيات. قول. مش بيت واحد، 3 أبيات. قول. تذكر ال 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 حق العقوبات وحق الأولاد البيضات هذه؟ أيوه. أيوه تذكرها تذكرها؟ أيوه. كم عددها؟ 3. 3؟ أيوه. العقوبات 3؟ نعم. لا أبشرك اضربها في 2. 6 عقوبات حتكون موجودة في هذا الست. ليش طيب؟ ليش ده كله يا جماعة؟ أنا إيش سويت لكم؟ لا أنا لا طيب لا. معاكم. أنت قيود. أنا مسكين. أنت قيود. شد حيلك وفوز بإذن الله. حفوز. تتجنب العقوبات بإذن الله. حفوز. والله في كلمة أبغى أقولها بس لا بأجلها آخر شيء. تفضل كاميرتك. أجلس مكاني. لا 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 تكلم عن الجمهور، تكلم عن طيب. يلا إيش رأيك؟ تفضل تفضل. طيب الله يسعدكم يا جمهور هجوم نجوم. انا ما قصرت معاكم يعني 5 شهور وانا اسعدكم وابسطكم وابسط عيالكم واخليكم تستانسوا ببرنامج هجوم نجوم، فيرضيكم بالله مرفوض. اللي يسويه فيني مرفوض مرفوض مرفوض. ليه مرفوض؟ ليه مرفوض؟ انت قاعد تتكلم بطريقه انك مقدم، انت متسابق. انا جمهور برنامج جمهور النجوم. شد حيلكم كذا. ايش جمهور النجوم؟ جمهور النجوم. ايوه فريق النجوم. ايوه. ها شد حيلكم يا. أيوة. جمهور النجوم. وعبد القاسم ينتظر دعمكم وقفتكم ودعمكم ومؤازرتكم له. وباذن الله ما يخيب ظني فيكم، انا عارف. I love you. ده كل اللي عندك؟ كل اللي عندي. يعطيك العافية، تقدر تلتزم مكانك. تفضل. أجهز صيحة؟ تفضل 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 تفضل. نعم يلا. اقعد اقعد. انت حتدير الحلقة، انت حتقدم وتقول لي اجهز وما اجهز. ما عليه ما عليه. انتهى الدور هذا، الآن جاء دوري أنا، أنا اللي أقدم وأنا اللي أقول مين اللي يتكلم ومين اللي ما يتكلم ومين اللي عنده صيحة ومين اللي صيحته كويسة ومين اللي صيحته بايخة. أنا اللي أقول. أنت لا تنسى نفسك ترى في أوقات الحلقة، انتبه. البريها مع مين؟ معاك. معايا ده مع مين؟ معاك. ها انتبه اذكرك كل شويه؟ اذكر لونها واضح؟ تنفع المؤمنين. لونها واضح.
طيب بعد ما شفنا ممثل أو فريق النجوم قائدهم اليوم اللي موجود بعد ما تكلم وقال كل اللي عنده حاول يستعطفكم، أنا عارف الطريقة دي، أنا عارفها جيدا. لا تشتتهم يا أستاذ وليد. حاول يستعطفكم لكن إياكم الله. إياكم تنسوا كل شيء صار في الحلقات، إياكم إياكم. الآن جاء دور أننا